تعالوا بقى دلوقتي زي ما انتم متعودين نروح نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا خلال الاسبوع ده ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية. تتصدر قائمة هذا الأسبوع المجموعة القصصية من قتل مريم الصافي للكاتب الكبير محمد المنسي قنديل، وتضم المجموعة القصصية 14 قصة يربط بينها جميعاً أسلوب الكاتب السردي العذب المميز. من بين الروايات الأكثر مبيعاً رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة ريم بسيوني، وتدور أحداث الرواية حول ثلاث شخصيات أثروا التاريخ المصري بالكثير من المواقف. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، حيث جاءت في القائمة رواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داود. ولا يزال كتاب علاقات خطرة لمحمد طه يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، ويوضح فيه الدكتور محمد طه كيف أن العلاقات المؤذية هي أكبر سارق للحياة. ونختتم القائمة بكتاب فرحتي للكاتبة يمنى سمير، التي اعتادت أن تحجز لنفسها مكاناً في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً.